لغتي لغتي العربية لغة العرب القومية كم حازت في الدنيا جمالا دون لغات البشرية اقرأ ما كتب العظماء تقرأ واقرأ ثم اقرأ واسمع ما قال الحكماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية، ودرسنا اليوم بعنوان قصة المخلوقات. خطوات الدرس: أولا مناقشة التهيئة، اثنان عرض الأهداف، ثلاثة الاستماع إلى النص وتحديد المفردات الصعبة، أربعة مناقشة أسئلة حول النص من خلال سؤال وإجابة، خمسة النشاط الكتابي، ستة التقييم الختامي. والآن هيا شارك معي في الإجابة عن السؤال التالي: أكمل عائلة الكلمة لكلمة يحتفل. هيا شارك مع المعلمة. نعم، تحتفل، أحتفل، نحتفل، احتفالا، احتفلوا، الاحتفال. كل هذه الكلمات تعد عائلة الكلمة. هيا بنا نتعرف على أهداف درسنا اليوم. الهدف الأول أن يجيب المتعلم عن أسئلة تظهر فهمه للنص. الهدف الثاني أن يلخص المتعلم أحداث والآن هيا بنا نتعرف على بعض المفردات الجديدة من خلال هذه الجمل. الجملة الأولى كلمة أحس. أحس الجندب بالفخر تجاه والده. أحس هنا بمعنى شعر. الجملة الثانية فتشت عن لعبتي في كل مكان. الجملة الثالثة امتنع الطفل عن البكاء. امتنع هنا بمعنى امتنع بمعنى التوقف. هيا نتذكر الكاتبة. كاتبة القصة هي الكاتبة نسيبة العزيبي، كاتبة إماراتية حاصلة على درجة الدكتوراه في الصيدلة. تحب كتابة القصص للصغار، ومن أشهر مؤلفاتها الكائنات الفضائية تحب الملوخية، وأيضا قصة تكشيرة. والآن هيا بنا نستمع إلى أحداث القصة. عادت المخلوقات إلى الفضاء وأقاموا احتفالاً. انتبه سكان الأرض إلى اختفاء الملوخية وفتشوا عنها في كل مكان، لكنهم لم يجدوها. استمرت المخلوقات في سرقة الملوخية كل يوم من كوكب الأرض دون أن يحس بها أحد. والآن هيا بنا نتعرف على المفردات الجديدة. الكلمة الأولى انتبه، نعم بمعنى التفت. فتشوا بمعنى بحثوا. يحس بمعنى يشعر. المخلوقات بمعنى الكائنات. عزيزي الطالب، يمكنك التوقف هنا قليلا لقراءة المفردات بنفسك، ثم التدريب على توظيف المفردات في جمل مفيدة. والآن هيا بنا نقرأ هذه الفقرة قراءة صامتة. كل طالب ابدأ بالقراءة الآن، واستعد بعدها للمشاركة بالإجابة عن الأسئلة التالية. أحسنتم على القراءة. هيا أجب معي عن الأسئلة. السؤال الأول: ما جمع احتفال؟ نعم أحسنت، احتفالات جملة فعلية. نعم، عادت المخلوقات. انتبه سكان الأرض، نعم جمل فعلية. ماذا حدث لسكان الأرض؟ نعم، انتبه سكان الأرض لسرقة الملوخية من كوكب الأرض.
ما رأيك في تصرف المخلوقات الفضائية مع توضيح السبب؟ هي فكر كيف أعبر عن الرأي ووضح السبب. حرف عطف، أين حرف العطف هنا؟ نعم أحسنت، وحرف عطف، نعم أحسنتم. والآن هيا عبر عن رأيك في تصرف المخلوقات الفضائية موضحا السبب. أستطيع استخدام أحد هذه العبارات، أعجبني أو لم يعجبني، مع توضيح السبب. والآن حان وقت الأنشطة الكتابية. عزيزي الطالب، يمكنك اختيار أحد هذه الأنشطة والإجابة عليه بالدفتر، ثم إرسال هذا العمل إلى معلمتك من خلال برنامج السيسو. والآن يمكنك الإجابة على أسئلة التقييم الختامي من خلال استخدام برنامج وورد وول وفتح هذا الرابط. والآن بعد الانتهاء من الإجابة عن الأنشطة السابقة، يمكنك الآن فتح برنامج عصافير وقراءة القصة التي أرسلتها إليك معلمتك. مع تمنياتي لجميع الطلاب بدوام التوفيق والنجاح، شكرا لكم على حسن استماعكم.